فاكر هل الميكروباصات اللي على الدائري هتنتهي مش هتبقى موجوده؟ ايه الخطه في هذا الكلام؟ وايضا الاتوبيس الترددي، وهل في مواقف او اماكن بنستغلها اسفل الدائري ولا لا؟ لانه كمان بنتكلم على فرص عمل كبيره جدا، بيوت مفتوحه، هنودي الناس فين بتوع اصحاب الميكروباصات؟ والله يا الله ينور عليك على السؤال ده، هو سؤال خارج المنهج وخارج المقرر، ولكن الحمد لله انا النهارده كنت لسه على الطريق الدائري. نعم. الصبح من النهارده، من الصبح لما لحد الساعه تقريبا 12 واحده. انا تقريبا كل يوم اثنين، والناس بتشوفني كل يوم اثنين، انا محدد كده يوم اثنين للطريق الدائري، مع زمايلي في هيئه الطرق، مع زمايلي في المحافظات، مع زمايلي في المرور، بنلف بنزلل الصعاب لكل الشركات اللي بتشتغل معانا. النهارده الطريق الدائري انا راجع شخصيا معنوياتي مرتفعه. انا دايما يعني ما بيعجبنيش العجب زي ما بيقولوا، ولكن انا شايف النهارده مجهود بيتم، والطريق الدائري لما وسع بقى 7 حارات وخلصت قطاعات كتيره جدا. ملعب كوره وملعب كوره، سطح الاسفلت دلوقتي بنعمل بقى، احنا دلوقتي خلصنا التوسعه تقريبا من اول اسكندريه الزراعي، بنخلص بس الحته بتاعه تقاطع اسكندريه الزراعي عشان بنحولها الى 11 حاره. من اسكندريه الزراعي تقريبا حتى الناحيه الثانيه، نمشي بقى بالقوس الجنوبي كده مرورا باسماعيليه الزراعي والاسماعيليه الصحراوي والسويس والقاهره الجديده ولحد الاوتوستراد. بعد الاوتوستراد كمان خلص قطاع من الاوتوستراد لحد بعد ما قبر اليهود بشويه كده عند محور الحضارات، ده خلص توسعه بالكامل بنسبه 100%. بقى لنا تقريبا القطاع من الماروتيه لحد الاوتوستراد تقريبا 12 كيلو. في 4 كيلو خلصوا 100% على بعض هم من ما اول ما شاء الله. ايه ده؟ من اول الاوتوستراد لحد محور الحضارات ده خلص. متبقي لنا مناطق متفرقه من اول محور الحضارات لما لحد مش الماروتيه بقى، لحد تقريبا محور الزمر الناحيه الثانيه، فاضل فيها باذن الله في نهايه الشهر ده نكون خلصنا كل التوسعه اللي على الطريق الدائري بالكامل. شغالين دلوقتي بقى في اعاده صياغه الطريق، بنقشط بقى سطح الطريق اللي كان فيه بعض الـ 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 يعني الميول او التموجات او العيوب. بنستعدل تاني ميول الاسفلت عشان يبقى عندنا اسفلت بيرمي ميه المطر على الـ الـ الخارج. الاسفلت كله مستوي. بنظبط دلوقتي انه جيرسي. بنخلص شبكه تقريبا شبكه الكهرباء الهاي ماست خلصت 100%. بنمد دلوقتي الكابلات بتاع نظام الاي تي اس اللي هيسيطر على الدايري ويامن اللي ماشيين على الدايري ويديهم كل المعلومات اللي هم عايزينها، وده برضو سبب تاخيرنا شويه، ان احنا اولا ما كناش في يعني كنا مخططين نعمل الاي تي اس ولكن ما كانش دلوقتي. كنا مخططين نعمل البي ار تي ولكن مش دلوقتي. فاحنا بنعلن على سياده الرئيس، قلت له يا فندم احنا تقريبا ان شاء الله هنخلص تماما، كنا بنقول كده هنخلص في شهر اكتوبر. بس هيتبقى عندنا الاي تي اس وتبقى عندنا البي ار تي الاوتوبيس التردد السريع. هنبدا نشتغل فيهم بعد كده. قال لا، امتى؟ قلت له يا فندم ده مخطط العام المالي الجاي عشان مش في الميزانيه. قال ابدا فيهم دلوقتي فورا ومالكش دعوه بالفلوس. بدات فعلا فيهم. ده هم بقى دلوقتي خدوا حفر تاني، لو حضرتك ماشي في الدايري هتلاقي على جنب النوجيرس الداخلي اللي في نص الطريق اللي في نص البني الاتجاهين، في حفر ترانش كده ماشي بطول الدايري. ده بيتحط فيه المواسير اللي فيها كابلات الاي تي اس، نظام النقل الذكي. ايوه. بيتحط فيها كابلات البي ار تي. بدانا نقفل بعض المناطق كده، 10 مناطق في 10 محطات بتوع البي ار تي، لان البي ار تي ده هيمشي على في الحاره الداخليه من كل اتجاه. وهيبقى بين الحارتين بين الاتجاهين المحطه بتاعه البي ار تي، الاتوبيس التردد السريع. ترددي. الناس تنزل من الشمال هنا والشمال هنا. تنزل في المحطه، تنزل نفق، تلاقي تحت على اليمين وعلى الشمال، يعني مثلا النهارده احنا واقفين في منطقه المرج او في منطقه مسترد، محددين مكان المحطه بتاعه الميكروباص، وده الرد على سؤال حضرتك بقى اهو. ايوه. احنا محددين محطات على الطريق الدائري فوق، الناس تنزل فيها من الاتوبيس التردد السريع الفاخر الكهربي الصديق البيئه المتطور الامن. تنزل من المحطه تلاقي في نفق او كوبري طبقا لتصميم المحطه، لان في محطات اقدر اعمل فيها نفق وده اسهل للركاب. تنزل من نص الطريق تلاقي سلم مشاه كوبري مشاه يودي يمين وشمال الدايري، يلاقي هنا موقف ميكروباص مخطط امن حضاري محترم. انتوا اللي هتعملوه، احنا اللي هنعمله، او انتوا اللي هتعملوه. طبعا احنا الوقت بدأنا في المحطات اللي في نص الشارع عشان نخلصها مع استكمال الرصف واستكمال تقفيل الشارع. ثم بدأنا النهارده في تخطيط المحطات
السطحيه للميكروباص. يعني الناس بتقول ايه؟ انت عندك 30,000 ميكروباص ماشيين على الدايري هتقطع عيشهم. هتلعيشهم لا طبعا. اولا عشان حضرتك تبقى عارف احنا عندنا حصر لكل حاجه. احنا عندنا 33,000 ميكروباص، 33,525 بالتحديد. ايوه. في ثلاث محافظات اللي الدايري ماشي فيهم، القاهره والجيزه والقليوبيه. ال 33,000 ميكروباص 525 دول بيطلع منهم على الدايري، ما هو مش كله ماشي على الدايري. في من الجيزه من المنيب رايح بقيه رايح الصعيد. في من القاهره طالع رايح بحري. في من القاهره من القليوبيه طالع رايح الخانكه ورايح مصرد. اذا في 1500 ميكروباص من ال 33,525 دول بيطلعوا على الدايري. لو حضرتك جبت الصوره اللي فاتت دي وقفتها بتاعه المرج، دي كانت المرج النهارده الموقف اهو. مش عايز اقول لحضرتك ده احنا خلينا الميكروباصات عشان نبدا نشتغل. موقف المرج ده اهو زي ما حضرتك شايف كده. ايوه. سواقه. سواقه يا استاذ احمد. صح. وده بيركب قبل ده وده بيركب قبل ده، والراكب بيسيبهم ويطلع فوق الدايري عشان ايه؟ الراكب مش عايز يستنى تحت 10 دقايق لحد ما يجي الميكروباص يطلع وياخد دوره ويطلع. نعم. وفي نفس الوقت الميكروباص مش عايز يقف 10 دقايق عشان يحمل ويطلع محترم في دوره، مؤمن، معروف مين اللي ركب فيه، معروف طلع الساعه كام، هيوصل الساعه كام. هتبقى عمليه فيها تنظيم كمان جدا. الوقت الناس بتطلع على الدايره عشان ايه؟ ياخد الميكروباص اللي بيجري. نعم. يوم ما يستناش تحت 10 دقائق. نعم. وفي نفس الوقت الميكروباص اللي بيطلع فوق الدايره ده مش عايز يقف في الموقف عشان ما يستناش 10 دقائق. وعشان حاجه تانية مهمه اقولها، عشان ما يدفعش ثمن الكارته بتاعت الموقف. فيقوم يطلع على الميكروباص الدايري يجري ياخد الراكب الطياري. يجري يوصله وخد مشي وتهرب من ده. مش هيحصل. ده مش هيحصل. ولكن هيحصل في نظام. احنا الدوله يا استاذ احمد لما بتعمل حاجه ما بتعملش حاجه عشان تاذي المواطن ولا تاذي صاحب اهي زي ما حضرتك بتقول اهو. ادي الميكروباصات شايف حضرتك عامله ازاي؟ لا ده يمكن يكون النهارده وهم عارفين ان انا بمر ومعايا المرور ومعايا الدنيا. ده انت بتبص تلاقي في ايام السبع حارات اللي احنا وسعناهم، وسعنا ثلاث حارات بيبقوا كلهم ميكروباص او سوق. سوق على سويه على الدايري. نعم. بتلاقي فوق منطقه السلام او فوق منطقه الملك. فحضرتك مش هتمنعهم ولكن هننظمهم. هننظمهم. نعم. هو مش هيطلع على الدايري ولكن هو هياخد الراكب اللي هينزل له من البي ار تي بلوتوث الترددي في مكانه تحت. هيبقى واقف بدوره، هيتعمل لهم موقف حضاري، موقف بمظلات محترمه، موقف فيه كل الخدمات، موقف فيه حمامات عشان الركاب نفسهم يلاقوا حمام. احنا انا يعني انا اسف الكلمه. الدوله حاليا الدولة حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيد صياغة كل الخدمات اللي بتؤدى للجمهور، ومنها المواقف والميكروباص. بنعيد صياغة كل حاجة. الميكروباص هيقف تحت، هيلاقي ليه مكان مؤمن، مكان نظيف، في حمامات للجمهور. هيبقى طالع معروف مين اللي ركب الميكروباص، الميكروباص طلع الساعة كام؟ راح الخط بتاعه امتى؟ كل حاجة مسيطر عليه. هيدفع الكارتة بتاعته. هيدفع الكارتة بتاعته. شايف حضرتك شايف على طول بيعملوا ايه؟ اهو اللي حضرتك مطلعه ده الكاوتش. على طول بدأوا يعملوا محلات او ورش كاوتش على الدايري فوق. بدأوا يعملوا، بقول لحضرتك، اسواق. الكلام ده النهارده؟ يا فندم كل يوم. كل يوم. كل يوم. يعني وسعنا عشان يعملوا ورشه فوق. بالظبط كده. ولكن ان شاء الله باذن الله لما يلاقوا بقى طريق الخدمه اللي تحت. وايه ده كمان؟ مشي. بعرض 10 متر ونص من الطريق الدائري اللي اتوسع دلوقتي. الطريق مشي تحت. فتح لكل الشوارع العموديه عليه الضيقه قوي دي اللي ما تدخلش لا مطار ولا شنط ولا غيره. بيبيعوا شنط وحاجات كده فوق الدائري يا استاذ احمد. كل حاجه بتتباع في الدائري. كل حاجه. اي زي ما انت عايز. نعم. سوق كامل. بقول لحضرتك انا مش ضد مدينه السلام ولا ضد الخصوص ولا ضد المرج ولا لا انا معاهم ودول اهالينا. بس احنا بننظم لهم حياتهم. بننظم لهم الحصول على الخدمه اللي مفروض الدوله تقدمها لهم بطريقه ادميه ومحترمه ومسيطر عليها وامنه. الاتوبيس التردد ده من امتى يشتغل؟ استكمالا بس لحد الدايره اللي تم في الدايره وقلت لحضرتك اهو، وخلصنا بكل التوسعه ودلوقتي بنعيد صياغه بقى الاسفلت والكهرباء والاي تي اس والمحطات والكلام ده. 30 يناير اللي احنا فيه ده هيكون ان شاء الله باذن الله. مفيش حاجه، مفيش توسعه. هتلاقينا بشغالين بقى توسعه في طريق الخدمه اللي تحت. بنشيل بقى باقي ال 2100 منزل. اللي احنا بنشيله من على الطريق الدايري شلنا تقريبا دلوقتي حوالي 2000، يعني حوالي من 2100 حوالي 1500 1600 متبقى حوالي 500 600 بيت. دول على طريق الخدمه اللي تحت اللي هيخدم كل اهالينا اللي بيتحركوا تحت. كويس.
يعني فوق بقى خلصنا 30 يناير خلصنا فوق، هنكون بقى بنشتغل فوق في المحطات بتاعه البي ار تي. بنكون بنكمل بقى الجانترز والبولز والحاجات بتاعه منظومه الاي تي اس. ده اللي هيبقى موجود. مش هيبقى الزحام اللي بيبقى موجود بعض الاوقات دلوقتي على الدائري. من الزحام اللي بيبقى على الدائري دلوقتي مش هيبقى يبقى موجود. لا خلاص النهارده النهارده لما حياتك تبقى انت كنت ماشي في ثلاث حارات او اربع حارات، لما تبقى انت ماشي في ضعف المساحه لا خلاص انتهى. نعم. الى جانب ايه يا استاذ احمد حاجه، موضوع مهم جدا بيتم. نعم. اهالينا في كل المناطق اللي بقول عليها دي شايفينه دلوقتي. احنا النهارده ما كانش في منازل ومطالع على الطريق الدائري بالشكل الكافي، لان بصراحه ما كانش فيه كثافه سكانيه، كثافات سكانيه بالمنظر ده على جناب الطريق. النهارده احنا بنعمل محور جديد للمرج، يعني بننزل نزله من الدايري على على المرج تحت ومطلع من المرج فوق. بننزل نزله في الخصوص. بننزل في مسترد، بنعيد صياغه موضوع مسترد وطريق اسكندريه الزراعي. بنعمل كباري دورانات في الحته بتاعت شارع احمد عرابي ومنطقه ام بيومي. نعم. بنعمل نزلات في ترسة، عثمان محرم، البحر الأعظم، كل الأماكن اللي نقدر نعمل فيها أو اللي مطلوب يتعمل فيها مطلع ومنزل بتعمل فيها مطلع ومنزل.